احط الاسبوع الماضي خليني اقرا الكومنتس. معظم الكومنتس كانت عمان طلعت حلوه. كومنت ثاني ايش يقول؟ ايش اول مره احس عمان رهيبه. ايش انت ما تعرف عن عمان؟ وش كيف ما تعرفوا عن خريف وصلاله وجبل الاخضر وجبل شمس؟ الاسبوع الماضي اكتشفت ان عندنا بحر لونه وردي. المهم في اشياء كثيره في عمان بوريكم كل ما ارجع عمان. مشكله انا دائما مسافر. ان شاء الله كل ما ارجع ان شاء الله فيديو ولا فيديوين. كنت اريد اسوي شيء هذا الاسبوع لكن صراحه احس ضيعت هذا الاسبوع على لعبه اسمها بوكيمون جو. تقريبا اسبوع كامل كنت جالس العب بوكيمون. ما بس جالس العب، جالس اشوف افلام وفيديوهات. يعني شفت 3 افلام في نفس اليوم الين لاحظت بس اضيع وقتي. صاحبي اتصل فيني وقال لي ليش ما تيجي اليوم معانا؟ ايش في هذا الايفنت يا اخي؟ والله احنا نظمنا ايفنت على اساس ان نروج نحفز 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 الشباب على الموسيقى وعلى الموسيقى، نحفز الموسيقيين وتشجيع يعني زي عادي بالانجليزي بالانجليزي. اوكي بيسكلي وي تراي تو اورجنايز ذس ايفنت تو بروموت لوكال ميوزيشنز اند بروموت لوكال ميوزك اند كرييت مور اوف ا كلتشر فور ميوزك لان بالخليج ستيل Western music is still a new concept. We wanted to create a platform that's always around, even in the summer when it's super hot. We wanted to prove that, hey, we can get some people together to have fun. Okay, hi. Hi. You see this guy? He's a murderer. He shoots people with film. رايحين. خلي خذه معانا. انتظر زين خلي. عليكم السلام. ما مشكلة بس اغراض واجد عشان كذا لا. في حد؟ ها؟ تعرف حد؟ سباك؟ شكرا اللي عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك سبسكرايب اند شير يو نو بيكوز يو نو يوتيوب از لايف يو نو. الو ايش طيب رحلتي بكره